اللي كل الناس بتعتبرني قدوة ليهم، انا اللي كل الناس بيعتبروني كبرهم ومحلهم حياتي. عايز تفرجهم علي يا واطي يا واطي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي. على اليمين ما تعديه، شوفوا له شنطه يلم فيها هدوم. ايه قفله شنطه؟ شوفوا له شنطه يلم فيها هدوم والحصان يلمها واحرقها. بس فهمني يا اخويا، فهمني يا واطي يا سامر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فاهم بيترقص لي في الحاره زي هتروح فين الساعة دي؟ أنا عارف يا أما أروح فين؟ أنا عارف. هو بيعمل كده ليه يا أما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا أما، شافني وخلاص يا أما. وأنا عمال أقول الناس عمالة تتلمس عليا ليه وأنا بديهم الدرس؟ أتاريهم عارفين المصيبة اللي أنا فيها؟ ابني ابني وصبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري. هو يوم كده ويرجعك؟ اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها يا اما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها يا اما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش اهدى يا اما، مش اهدى. كل حاجه بيقول عليها لا يا اما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا يا اما، لا لا يا اما. اقول لك لا يا واط يا سافر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا نهار يا ابن يا سامي. انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي هنلم دور معانا يا منطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلي معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوث بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. ادينا يا غالي. ارفع يا زميلي. تعالى وشو خش شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوا افطارك. بقول لك يا شوقي، كلام جديد اهو. قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. هتقول يا جدع؟ معلش معلش يا سامي انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ عشان حاجات كتيرة. كبر دماغك، قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى شوف دي اوضه يا سيدي محدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي، من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها انا ما بستعملهاش. طب يا سامي انا عايز اشتغل. اشتغل اي حاجه. تنزل الاستوديو؟ اعمل ايه؟ تمسك البوفيه شويه شويه، انا اظبط لك فرقه صح تنزل معاها بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه قول ان شاء الله. فك كده بقى، فك. يلا خلص السبوبه دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر، انا هقفل. طيب يا استاذ ربنا يهدي لك حالك. سامح
سامحني وسامح ابني واهديه وارجع عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخرة، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان، اهديه وارجع عن اللي هو فيه يا رب بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق أول مرة أخرج مع واحد. تكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. اه بجد. بطمن بس. لا اخويا اطمن، اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ اه وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. امسكي يا بركة دعاكي يا أمي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطة معايا يا منى؟ مبسوطة ولا متضايقة؟ يا أخويا تف من بقك، يعني ما أنت شايف إن الفرحة مش سيعاني. بس لمؤاخذة لازم أمشي. ليه؟ أصلي مش قايلة لأمي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. أه صح، صدقي كده أنا أحترمك أكتر وأكتر. أشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. أشربي. بس يا ابني انت هو سيب العربيه. مش عاوز اسوق. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك، عندي مشوار ومستعجله. هات البطاريه اللي جوه دي. انا حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني. هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم ابوكي من بعد وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى، البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى؟ ما تديني توصيله وخلاص. لا لا لا، اقضي مشاورك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك، ولما تقضي مشاورك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل، انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يالا. ما تحرمش منك يا اسطى سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو يا ست الكل. هتقع يعني هتقع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على الناس. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه كده برضو. اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت. تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلت بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفة بكرة هوديكي فين؟ فين؟ جنينة الحيوانات. لا؟ عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما خافش من حد. حبيبة قلبي يا ميس. يلا يا ماي روحي العبي مع اصحابك شوية. يا حبيبتي كده البنات هتغير من ماي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه.
ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره. وليلو ظروفي منعتني، انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى، نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. بذمتك العيشة دي جوزي بيتفرح اني حمصت شوية بريك. بكره ربك يفرجها يا بلال. انا اللي غيظني الحرباية مرات ابويا دي، عمالة تدي حقن لابويا من تحت لتحت وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش مصلحة في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التهو؟ معرفش حاجة. المعلم فين؟ دخل الشغل ده صاحب سرعة. هو انت بتسال عديده ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على ودانا، ده انا جاب له الحكومه واتي. اه ايه في ايه؟ ايه ليه؟ حفظي ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح، بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام، دي ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظي واحنا مالنا؟ قول له يا بلال. افعب يا حمار، دي ده حصه الفرن يا دوب مكف الحاره، الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على كيف واحد، افهم بقى يا ابني الحراميه. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهيه. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. اديه بيفيده يا جدعان، اخليه لما يسوس ولا استنفع منه. وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه، اي دقيقة هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصة كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفي بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام. ايه يا بنتي مالك، انت هتاكلي الشيشة ولا ايه يا اختي محرومة؟ هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشة دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب ما انت بتشربي سجاير، ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، نهدين ضربهم 5. ايوه اقعدي نقي عليا يا نانسي. ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت 5 وهم 6 اصلا. تعرفي يا نهد، احنا فينا حاجات شبه بعض، انا برضو متجوز 4. على ذمتك 4؟ لا طبعا، هي سنه وبقلب على طول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي، قافله تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا، ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا أخي، بكلم نفسي. في حاجة؟ زعلك يعني؟ في حاجة؟ بكلم نفسي. ما أنا بقيت طرطور في البيت أصلي. أعمل لها تليفون؟ قافلة تليفونها. طب عملت حادثة؟ الله، جرى حاجة، اتخانقتي، ما نعرفش. معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، أكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من أي حتة، تطمنا يا أخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جايه في الطريق. هي ما قالتلكش راحه فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي انت مش عايز اي حاجه؟ اعملها لك شاي، قهوه، اي حاجه. توليه تسد النفس، والله ما عايز حاجه يا اخي، قوم نام. حاضر، لو عوزت اي حاجه نادي عليا. خلاص لازم امشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هاتها انت احسن. خدي 012. لا ثانية واحدة، كنت هفتح، كنت قافلاه. طب جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، اهو قفل. قول بقى 012 43 72 599. انا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، اوعي تنسي. لا تمام. بيرن. اوكي. مع السلامة. باي باي يا حبيبتي.
مع السلامة. مالك؟ جامدة. ايه يا نهدي حبيبتي؟ خطت لينا عليك. معلش انا اسف، اصل كانت الدنيا زحمة قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ اصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقة وانت عارف ان انا ما بعرفش ارد وانا سايقة. لا يا حبيبتي غلط، اوعي ترد وانت سايقة. بموت فيك وانت بتخاف عليا. يا بنت الواد صلاحي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هاخد دش وحصن. مش كنت سمعت كلام يا سماء؟ ودقينا شوية طعمية واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. أبوس إيدك يا فتح، ما تديلوش فرصة يشمت فينا، ده أخويا وأنا عارفاه كياد كده النسوان. وأنا مش قادر، مخنوق يا سناء، مش طايق نفسي، مخنوق. من ايه بس يا فتحي؟ ما احنا عايشين وكويسين اهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ بقولك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنت يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم متلاقي حينا اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا عجبك. خلاص حفظ شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صلى على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قال لك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى ملاحقه عليك. هو الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتحي، بحبك وعاوزاك. وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا. وعشان تبقى عارف بقى، انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ندل. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي. أنا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. العوة في أختي. شوف مالك، إيه اللي جرالك؟ كلب شادد عليا أوي يا مالك. أنا خدت كل مدعوقة لكده زي بنت صفية. أنا بقولك ما تروحيش الكنيسة النهاردة، شكلك تعبان. انا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبان. الله يا ابني. الله يا جماعه، مفيش شاب لابس قميص مشجر جري من هنا. قطع نفس ابن الغشيمه. ايه البلاغ؟ وريني موبايل. رم رم ايه يا عبيد؟ دي حته جامده، خدتها ازاي؟ ولا حاجه، نزل وساب الموبايل على التابلو، قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا مش تعبانه في الفلوس يا عم. الحقيقه حاضرين. ايه ده؟ الو الو كابتن، لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك؟ بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كامرتين. ها يا كابتن لو سمحت، الشريحه عليها ارقام مهمه، خد الموبايل وارمي لي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو بقول لك يا صاحبي،
انا هشد لغايه العتبه كده، اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي، ما تعوقش. ماشي. بقول لك ايه، هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتش شاورما خيرها عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين اجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما، سامحيني مش هعمل كده تاني. ما انا عارفه. عاوزه ايه تاني؟ يوم احنا ما عندناش تلفزيون وانا عاوزه اتفرج. انا نفسي افهم ايه اللي شدك في التمثيليه دي. يوم التمثيليات ما فيهاش حاجه عيب من اللي في دماغي. انا يا اختي ما فيش حاجه في دماغي ابدا، اللي في دماغك انت مش في دماغي انا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي، انت عايزه يا بنت ابوك يطلقني؟ ده انا بقالي 20 سنه ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه. لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزه. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال واحنا قلنا لا؟ مش لما يجي ابن الحلال. خلاص يا ماما، اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختي من الصلاه، حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى، الراجل مدير مستودع الانابيب صاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حبها ب 20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش؟ وحش ايه؟ ايد على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. اه قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ ليك نور. الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم. اضربهم كده في 10، 20 في 10، دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. اوه عارف، لو العربيه اتقفشت هيضيع. شباب ماشي. اخلع انت. ماشي خلاص، نديله ريالين. خلاص بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد على بيتك السودا ده على الكرسي ده. وهو كذاب. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابق؟ يا بهزر معاك. انا مش عارف ربنا، انا عارف ربنا بهزر معاك يا ده. يعني في حدوته الجهاز. قلت لك هجيبهولك، بس مستني اوقع لك حته فرطه احنا هنا كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب بقول لك ايه؟ انت عايز يعني واصله كده عشان لما تركب الجهاز عندك. ده انا هركب لك واصله للجهاز ده، اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا. خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يلا. شوف ما تعمل يا عم وانت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته ومحدش بيلاغيني. ايه يا ابني، ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء، انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلاغية. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه؟ النت ده هياكلنا ولا هيشربنا؟ ايه يا عم بركه، ما انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال، اقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول، اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه؟ ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجه خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله، ما تقولش على ابوك يالا. يلا روح شوف شغلك. يلا يلا. شفت الولا بيبوظ ازاي؟ ما تروق يا عم، ما كل العيال بتلعب. اغفر الله العظيم. تعال شوف شاي. لا 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 خلاص روح شوف. يا عم تعالى تعالى نشرب سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعالى. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بارك. روح يلا ننشأ بسرعه. يلا حاضر. عاوزك في استشاره. تحت امرك اخويا. اقول دلوقتي انا اعمل اعلان وراثه ولا ما اعملش؟ انا مش عايز اغلط، عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا. ايه
بس مصيرهم يعرفوا برضه اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورش؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلام متوسط. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته، محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع طلع ايه؟ سيجارتين. اميره روحي انت يا خالتي، خلاص بقى كويس. ويا دي معقوله يا بنتي؟ اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟ ما يا خالتي ياما قلت لها حللي، ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن، ها، وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيه. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح، ها، بقول لك يا صباح. خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، كان النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص؟ خلاص. بقول لك يا صباح. ما فيش حاجه تانيه، قطايه صغيره بس. انت رايق. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. لا ياما. الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتاجر فين؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش، أصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ يا صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشه اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلع. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبهم في لمبه الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه يا عامر، مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي استنى يلا.